الحمد لله داز الحمد لله الموسيقى خرج من الدار وداكش اللي داز وغادي الله يصبرني على قبل المشنات. نحن واحد تورني هذا الاسبوع هذا وصل البوزنيقة والمشكلة حتى السرعة اللي محدودة خصنا نمشيو بها ما كناش غاديين بها غادي غير كاين غادي كنهضرو حتى تفرقعة اخويا الرويضة وداك البلا والباس كل عام الرويضة الحمد لله بقينا بشوية الطوموبيل توقفناها وفوزنا درنا السكور وكملنا الطريق احنا دابا الحمد لله وصلنا طنجة بخير اللهم ولك الحمد. كما شنقول لك رضات الوالدين فين كتخدم رضات الوالدين الله إلا اللهم ولك الحمد اللي مرضي ما في ديك اللي خيفش الحمد لله باشي داز كفاءات ديك مشيت لدار العجزة شفت هذوك الناس يعني ولادهم سامحين فيهم تأثرت بزاف وبلا ما شقرت كنت كنغني وانا غنيت كنغني وليدي يا وليدي انا تهجرتي لامي ما صافي وانا تعبت اخويا بسم الله بقيت كنبكي وبقيت حال وانا واقف عاد كنبكي الغنى ما صبرت الله يسمحنا من الوالدين وبخصوص هادشي منين خرجت من تما خرجت براسي عامر خرجت بالليل مشيت للستوديو صورت اغنيه على الوالدين وكنبكي ليت على مو ولي هجر مو ولي نسى والديه غنيت عليهم عزوج جدا الاخر وانا نقول لهم المرض انا وتبقى صحيح امي المرض انا وتبقى صحيح امي والوالدين كيبنيو كل شيء ان شاء الله هذه راه كنهديها للجمهور المغربي وكاع الناس اللي عزيزين عليهم والديهم يعني نهار الجمعه ان شاء الله تكون في الاسواق الا ما كاينش البوم كاين سير وهذا الوالد العنوان ديالو هجرتي لميمه وكاين فيروس انت راه خلاص الناس